مرحبا مشاهدينا الأكارم. شركاء الوطن، هذا المصطلح لم يعد حاضر في العراق واستبدل بكلمة واحدة تخدش الضمائر قبل الحياء، ألا وهي الأقليات. الأقليات بالوصف السياسي هم ليسوا الذين ضحوا بدمائهم ومالهم من أجل السيادة، بل هم لا يشكلون النسبة الأكبر، ينتظرون الإنصاف بعد أن بحت أصواتهم التي صدحت بتطبيق عدالة الأرض، لكن لا أحد يسمع لهم ولا أحد يستجيب لاستغاثتهم. الغربة عن الوطن بات سلاحهم الوحيد بعد أن همشوا في القرار السياسي وسلبت حريتهم واغتصبت حتى ديارهم. هل سيخلو الوطن من مكونات ذات يوم؟ أم سينصفهم الشرفاء من الساسة؟ كيف سينظر أو ينظر إلى العراق بعد أن همشتهم زعامات السياسة؟ لماذا سلبت حقوقهم المادية والمعنوية في زمن يقال عنه زمن الحرية؟ وما هي الحلول المتاحة لهم وفق الأطر الديمقراطية والدبلوماسية؟ أسئلة كثيرة نناقشها مع ضيوفنا في لعبة الكراسي بكل موضوعية وحيادية، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدين الأكارم، نرحب وإياكم بالسيد ينادم كنا. سيد كنا مرحبا بك، وعلى أمل أن يصل إلينا السيد فوزي أكرم ترزي نائب سابق عن المكون التركماني، وعبر تطبيق سكايب الدكتور ميرزا دناي مؤسس بيت التعايش في سنجار. دكتور ميرزا مرحبا بك إذا تسمعني. مرحبا بك أستاذ، حياك الله. توجه للسيد ينادم مرة ثانية مرحبا بك. ضيف عزيز، أهلا وسهلا بكم. سيد كنا، ما صحة المعلومة اللي تقول أنه بعد عام 2003 تضاءل عدد المسيحيين بنسبة تصل إلى 83% من حوالي 1.5 تقريبا مليون إلى 250 ألف فقط؟ بصراحة أنا هاي الأرقام تجرحني، أنا شخصيا هاي الأرقام تجرحني للأسف. ما هي الأسباب اللي دفعت إلى هذه الهجرة الجماعية؟ تفضل. تحية لكم المشاهد الكريم والضيف العزيز بالاستوديو ويانا. في الحقيقة بعد التغيير طبعا حرب، وكان هناك مجموعات كبيرة من مجتمعنا كانت تعمل في، أقدر أقول، قريبة من النظام، لربما ليس فقط من المجتمع المسيحي وإنما حتى بقية مكونات المجتمع العراقي. فمن سقط النظام كثير من الناس يعني هجت وراحت، عشرات الآلاف. لكن بعدها اللي حصل، لماذا تناقص هذا العدد رغم ملاحظتي على الأعداد أو الأرقام؟ يعني آخر إحصاء كان 87 دقيق، كان 1,400,000 تقريبا بالعراق، والآن حتى 250,000. قد أختلف معك يعني لربما قريب من 500,000 باقي، بس مشتت بين هالبلاد الجوار ورايح وجاي، يعني لا هو رايح لا هو باقي. فالسبب الرئيسي هو ضعف سلطة القانون والفوضى اللي صارت بالبلد. غاب القط على اليافار، ويا ضعف سلطة القانون شو يصير؟ طبعا المافيات والعصابات وضعف وشحة الخدمات وفرص العمل والعيش الكريم. المافيات والعصابات والاختطافات بدا في مناطق لا بها قاعدة ولا بها داعش، سواء بغداد او البصرة او غيرها. هذا اللي حصل ما بعد التغيير، ضعف سلطة القانون هي كانت السبب في كل ما حصل من كوارث بحق شعبنا، عدا الفساد الكبير وسياسات المحاصصة التي استمرت بحيث تخلي الإنسان يشعر أنه هناك تمييز ضده، هناك تهميش وإقصاء وإلى آخره. فبالتأكيد بالنتيجة عندما يشعر الإنسان أنه غير محترم في بيته ومعتبر وكأنه غريب، وهو رغم كونه مكون أصيل. أنا قصة الأقلية هي أقلية بالإنجليزي minority، أقل عددا، لكن لها تفسير آخر، وكأنه جالية جاي من برا، مو هم ناس الأسراء مال البلد. فبالنتيجة شو يصير؟ بالنتيجة يشعر وكأنه هو ضيف وغير غير مرحب به في بيته. فبالتأكيد بالتالي إذا أنت فرصة عمل ما عندك، وإذا أنت تشعر بالغبن والتمييز والتفرقة بالتعيين وفرص العمل وفرص الاقتصاد والاستثمار وغيرها، يعني بالنتيجة يعني استمرت. زائدا ختمها داعش طبعا، والقاعدة وبعدها داعش، هاي أيضا أثرت كثير، سواء في بغداد وسواء في موصل وسهل نينوى
وكل مواقع العراق حتى في الإقليم وليس فقط في هذه المناطق. بالإقليم ما كان أكو داعش، أكو أمن واستقرار، لكن فرصة العمل وعيش الكريم. يا مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يا مرحبا. فبالإقليم ماكو حرب. باب الخير. باب الخير. فأكو أكو لكن أكو قصة العيش، يتخرج اللي خريج وماكو إلى شغل، ماكو إلى عمل، ماكو فرصة عمل سواء في بغداد ولا في الإقليم ولا بغير مكان. فبالتأكيد هنا إنسان يصيب بخيبة أمل، يعني مثل ما يقولوا من مستقبل غير مستقبل القادم غير معلوم عنده، إيش راح يسوي هو وأطفاله وأولاده شلون يعني تالي. فبالنتيجة تدريجيا من 2003 تصاعدت هجرات الموجات الهجرة، وبغداد كانت الموجة الكبيرة بعد شهيدة النجاة. بالتأكيد الجريمة اللي حصلت سيدة النجاة حوالي 50 واحد شهيد داخل كنيسة وهم يصلون، وعدا الأساقف المطارين مطران الموصل شهيد فرج رحه والآباء رجال كنيسة بغداد اختطافات وأتاوات وإلى آخره. فما كان أكو داعش، لكن أكو كان ناس ضعاف النفوس ومافيات، رغم أنه هسه خفت لأن صار هاي المافيات صارت كبار، يعني صاروا كبار بشاري أكبر، فما مهتمين بخطف هذا التاجر ولا هذا. مو بس المسيحي، كل رجال الأعمال كل الكفاءات انهزمت، إذا طبيب ولا مهندس ولا رجل أعمال. المافيات اللي تتحدث عنها شنو؟ مافيات مسيحية؟ مافيات لا 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 مافيات عامة بالبلد موجودة بكل البلد. قلت لك بغداد وبصرة ما هي مسيحية كان مافيات، لا بالعكس مافيات عامة موجودة بالبلد. حتى شنو يهجره قنبرة صوتية بباب بيته حتى يطلع ياخذ بيته جاره. فضعف سلطة القانون خلت هالمسائل كلها تسير، ولا زالت، والتعامل بازدواجية بالمعايير مزدوجة مع المواطن، هاي أيضا موجودة نتيجة سياسات المحاصصة. عراق نعم. مجتمع عراقي يخلو من الديانة المسيحية، كيف ترى؟ يعني لا أعتقد سيخلو من الديانة المسيحية، لا سامح الله أنا أوافقك لا لا لا, لا, لا لكن إذا استمرت منهجية التعامل، نتحدث من حيث الاستمرار، عفوا، إذا استمرت منهجية التعامل مع هذا المكون بهذه المنهجية وهذه العقلية وهذه السياسات، بالتأكيد يوم ما يأتي أنه يصير مجرد بالميكروسكوب تروح تدور عليهم. يوم ما كان عندي عشرات الضباط مثلا بالجيش، اليوم ما عندي خمس ست نفرات، ما عندي ضباط بالجيش العراقي. ما عندكم؟ لا ما عندي، ست وجبات ست جداول يجي ترفيعات ما يترفع، يظل اللي كان جوا يصير فريق وهو بعده واقف عقيد أو واقف معميد. هذا تمييز. دورات تخلو من أي مسيحي، دورات 350 400 ولا واحد لا بالشرطة لا بالجيش. يعني أكو فت سياسات منهجيات، أنا لا أتهم إخواني بالعنصرية، لكنه منهجية التعامل المحاصصة، هذا إلي وهذا إلك وذاك سني وذاك شيعي ذاك كردي، وبعدين كل واحد حزبه والموالي إله، والمسيحي والغير المسيحي اليزيدي أو الكذا تركماني قبرة. فبالنتيجة هي هاي، ثم يأتون بمن يواليهم. ما يأتي الواحد أنه إرادتنا الحرة بانتخاب ممثلين ما يسمحونا قانونا، هذا القانون ما يسمح لشعبي حتى ينتخب حسب المعايير الدولية ينتخب ممثلين مجالس محافظات ولا البرلمان. هذا المثلبة الكبيرة، الكتل الكبيرة كل يسعى أنه أنا أكون بجانبه. فانقسامات البلد منعكسة داخل مجتمعنا، كل واحد يريدك إله، هذا الشمالي وهذا الجنوبي، هذا اليساري هذا اليميني. بالنتيجة أنه صادر إرادة هذا المكون في انتخاب ممثلين، وبالتأكيد يعني يعمق من خيبة الأمل لدى المواطن. خليني أن أشرك بالحديث السيد فوزي أكرم ترزي، نائب سابق عن المكون التركماني. سيد ترزي مشتاقين، يا مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. ما مدى إنصاف التركمان في التمثيل الحكومي في التمثيل النيابي أيضا، لا سيما أنتم تشكلون خلي أقول العرقية الثالثة في البلد من حيث التعداد. تفضل سيد ترزي. تحية عراقية تركمانية للسادة المشاهدين وحضرتك واستاديو نادم السمان صالي ما شايفه وضيفنا الكريم والسادة المشاهدين. بصراحة سيد الكريم، التركمان القومية الأساسية الثالثة في العراق تعرضوا إلى أبشع من المظاليم، تعرضوا إلى الإبادة الجماعية محولها إلى تغيير ديموغرافي من 2003 لحد يومنا هذا. يعني تصور أكبر مدينة من حيث الكثافة السكانية ومن حيث المساحة الرقعة الجغرافية، تلعفر كان بيه داعش، تعرضوا إلى قدمنا شهداء لا تعد ولا تحصى. آمرلي لقنا 11 درسا لن ينسوا أبدا لحد يومنا هذا، يدرس في الجامعات معاهد الصهيونية ما هو سر ثبات إيمان عقيدة هذه البقعة المباركة، لم يتم تسليمها إلى داعش. تصور قانون طلع المدن المحررة ينطوهم تعويضات، هذا آمرلي ما شمله،
ليش؟ لأن يقول ما خليته داعش يطب. وطوس خرماته وكركوك. بالصواريخ داعش اجى وصلت. وكركوك وكركوك كركوك هذا كركوك هذا مدينة الذهب الأسود، هذا مدينة النور الأزلية. هذه المدينة تعيش فينا وعاصرين على الأعداء والاحتلال. أيضا ليس لدينا أي دور. تصور 18 محافظة عندنا عربي وثلاثة عندنا كردي، أربعة أكراد. ومن 2003 لحد يوم 16 أكتوبر كان محافظ كردي، وراه هسه عربي، يعني كفر يصير تركماني محافظ. هسه قبل ثلاثة أيام التقيت ويا دولة الرئيس بهذا الخصوص. بصراحة يعني أنا ما طلبت، يعني طلب التركمان مو طلب تعجيز السيد الكريم، لا نريد من واردات الدولة، لا نريد ميزان النفط، لا نريد أقليم، ولا نريد انفصال، ولا نريد حكم ذاتي. أن يتعامل مع الإنسان العراقي التركمان على الهوية العراقية، المواطن العراقي، ليس أكثر من ذلك. ولكن للأسف الشديد نرى بأن التركمان يتعرضون إلى أبشع أساليب. مثلا الدفاع هسه، أنا علاقتي جيدة ويا كل السياسيين العراقيين الحمد لله، حتى ويا وزارة الدفاع أمن الوطني والجهاز زين، ولكن تماس مباشر. يعني هسه أكو دورات مال ضباط بالقانون يقول مراعاة الأقليات والمكونات. يا بيا ناس يا عالم، وين التركمان؟ اروح على سعد العلاق، فريق سعد العلاق عم نفس الشيء، ايام فريق يا الله تتحرك على الشخصيات، على الشخصيات، ولكن دون نتيجه للاسف الشديد. حتى على رئيس الوزراء بارحه قلت له هم نفس الشيء للاسف الشديد. فلهذا لقد آن الاوان الجميع ان يرجعوا الى رشدهم، والابتعاد مثل ما تفضل استاذ ونادم، ابتعاد عن النظره الضيقه الحزبيه والطائفيه القوميه، وان يتعامل مع الانسان العراقي على الهويه العراقيه، على المواطن العراقي، ليس اكثر من ذلك. فلهذا انا على يقين سيكون نتائج ايجابيه ان صح التعبير ان رجعوا الى رشدهم الجميع. يعني شنو؟ اكو تهميش متعمد من قبل احزاب السلطه لهذه القوميات، لهذه المكونات، لو شو تفسر؟ ليش اللي هسه اوكي انت تقول اني اريد تركماني يصير ضابط، اريد تركماني مثلا يصير محافظ، يصير قاضي، يصير كذا. هسه هاي مو داعش وقاعد تمنع وتدخل مدن وتقتل، هاي يعني انت هسه تشير لجهات سياسيه. اكو تهميش متعمد مدروس مخطط له من قبل احزاب السلطه، لو شنو قصدك؟ كل خطه مبرمجه وممنهجه من اجل تضعيف المكونات وخاصه التركمان. يعني تصور سيد الكريم، من كل السفارات والملحقيات والقنصليات ماكو تركماني واحد بس عندنا. انا بالمية شقد للاسف الشديد. يعني هسه طالبنا ان يكون، قلت له دوله الرئيس، قلت له يابا خلي نائب محافظ، يعني كل محافظ عنده نائبين، نائب اداري، نائب قانوني او فني، خلي نائب يقول هو محافظ نائب. زين محافظ نائب هسه هو صار محافظ، زين بديل. بصراحة خليني أقول لك أستاذنا العزيز، أنا التقيت ويا سياسيين زعماء وقادة ماكو في أجندتهم المكونات، يعني ما مفكرين بيهم أصلا، بأبجدياتهم ماكو، منهاج برامجهم ماكو للأسف الشديد. هذه الهيمنة استعلاء استكبار وفرضها من الواقع أدى إلى هذه النتائج الكارثية. ولكن ستبقى تركمان درع حصين للعراق، وقدمنا شهداء والقرابين، وكسرنا شوكة داعش في آمرلي لله الحمد. وانا افتخر انا ابن آمرلي وابن طوس غرمات وبنت اللعفر، وافتخر انا من القوميه الاساسيه الثالثه بالعراق وجزء لا يتجزا من العراق. طيب، ولكن لا نتمتع اي حقوق من هذه الدوله العراقيه. اشترك بالحديث عبر تطبيق سكايب الدكتور ميرزا دناي، مؤسس بيت التعايش في سنجار. دكتور ميرزا مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. حياك الله. انصفت العمليه السياسيه بعد 2003 اليزيديين لو غير منصف لهم، تفضل. يعني طبعا الضيوف الاخرين تحدثوا بما فيه الكفايه لمعاناه تقدر تعتبرها تنطبق من بشيء ما على كل المكونات الموجوده. انا اعتقد انه يفترض بنا ان نرجع قليلا للوراء من يوم تاسيس الدوله العراقيه اللي هي احنا نعتبرها عام 1921 وعلى مر السياسات والحكومات المختلفه. المشكلة الرئيسية يعني حتى تكون على بينة يجب أن تعرف الأسباب حتى تعرف لماذا يحصل هذا اليوم. يعني على مر الحكومات والسياسات والأنظمة المختلفة لم يكن في العراق أصلا هوية عراقية جامعة لكل أبناء الشعب العراقي لكي تحمي أبناء الشعب العراقي من مختلف تسمياتهم الفرعية من اليوم، من معاناة اليوم. يعني لو كان هناك نموذج
صحيح ومبني على فلسفة الدولة لبناء أمة عراقية شعب واحد مع الحفاظ على التنوع الديني والثقافي والقومي، ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة. كل الأنظمة المتلاحقة بدون استثناء كانت أيضا تمارس بشكل ما سياسات عنصرية، تطهير عرقي، تعريب، تبعيض، وكل التسميات المختلفة المتنوعة من كل مرحلة إلى مرحلة بحق معظم المكونات الموجودة في العراق. بالنسبة لليزيديين طبعا ملفهم ملف خاص، ومعاناتهم هي ليست معاناة موجودة في وقت الدولة العراقية. نحن ليش ملف خاص؟ شنو تقصد بالملف الخاص؟ أنا راح أكمل لك. يعني كشعب من شعوب الأصيل التي تعيش في هذه المنطقة من آلاف السنين، ولكن كان اليزيديين دائما ضحية العنصريات والقتل والإبادات المتكررة. ما حصل في وقت داعش هي سلسلة من الإبادات، هي الإبادة الرابعة والسبعين ضد الإيزيديين في هذه المنطقة على أرض الإيزيديين، وبقوا يستمرون في حياتهم. المشكلة الرئيسية بسبب الاختلاف الدين. طبعا ملف المكونات أو ملف الأقليات في العراق هو ملف شائك، لأن لدينا تنوع ثقافي وديني وإثني ومذهبي. يعني ليس يعني كلما تحدث عن ملف معين تظهر لك إشكاليات أخرى. أنا أعتقد المشكلة الرئيسية في العراق هي مشكلة المسلمين وغير المسلمين. بالنسبة لليزيديين هي هذه المشكلة الرئيسية. يعني نحن خرجنا من إطار المشاكل القومية. المشاكل القومية موجودة بين الكتل الكبيرة، هذه الصراعات هم يتجادلون على المناصب. نحن لا نتجادل عن المناصب. الحقيقة اليزيديين بس يريدون أن يعيشون بسلام على أرض أجدادهم، أن لا يتعرضون للإهانات، أن لا يهمشون. بس داعش راح ولا واللي صار صار. داعش يعني شنو اللي تقصده أنه اليزيدي بس يريد يعيش بسلام؟ ما عندنا حتى داعش اليوم. حتى ما عندك داعش، بس المخلفات داعش موجودة. لم تتحرك الحكومة العراقية والجهات ذات السلطة بإنهاء ملف معاناة الإيزيديين. لا يزال لدينا مختطفين لا يعلنون عنهم. جيراننا، بعض جيراننا يعرفون أين هؤلاء المختطفين. جيراننا يتزكتون على مجرمي داعش بينهم، ويريدون اليوم يحصلون على عفو عام قبل القبض على المجرمين اصلا. بعض المجرمين اصلا اللي كانوا في سجون تم تحريرهم بواسطات بشكل مختلف قبل اصلا ان يتم محاكمتهم. طبعا هذه النماذج انا اذكرها ولا اعمم، يعني يجب ان نكون دقيقين في هذا التعبير. يعني لا اعمم ولكن اذكر النماذج. لم تخلق الحكومه العراقيه سواء كان قبل داعش او بعد داعش أي منهاج وطني لتنفيذ العدالة الانتقالية من أجل أن ننهي. كل دولة أو كل نظام سياسي حينما ينتقل من نظام إلى نظام آخر، خاصة من تحصل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يحتاج هذا الدولة إلى منهاج وطني أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية من أجل الوصول إلى مرحلة من السلم الاجتماعي وإنهاء الملفات العالقة. لم تنهى الملفات العالقة ما بعد 2003، حصلت ما بعد 2003 الكثير من المشاكل، صار صراع على السلطة بين الكتل الكبيرة والجهات والمكونات الكبيرة، والذي دفع الثمن هي المكونات الصغيرة سواء كان دينية أو قومية أو مذهبية. طيب خليني أرجع إلى داخل الاستوديو. السيد ينادم كنا، سيد كنا يعني الأب لويس رافائيل ساكو، العزيز لويس ساكو، لوح بتصريح سابق إلى خيار الهجرة وتدويل القضية أيضا. هل هذا التوجه سيعيد الحقوق لكم أم لا من وجهة نظرك؟ تفضل. بداية أود أن أعقب وأضيف ثم أرجع لك على قضية غبطة البطريرك. يعني هل أنصفت العملية السياسية؟ سؤال. 16 مادة دستورية تنصفنا ولكن لم يلتزم بها ولم تنفذ. المادة 2 تحكي عن الأديان، أقرت الإيزيدية والصابئة المندائية والمسيحية ديانات رسمية بالبلد. والمادة 3 أقرت التعددية القومية والمذهبية والدينية. والمادة 4 أقرت لغاتنا. والمادة 7 عن مكونات وتركيب الجيش العراقي، 9 عفوا،
تركيب الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من كل المكونات، لكن ليست صحيحة ولم تطبق. مادة 14 تقول بالعراقيون سواسية أمام القانون، لم تطبق، لسنا سواسية. وهكذا المادة 16 تكافؤ الفرص، لا توجد تكافؤ فرص. وروح بها مادة 41 42 43 حرية العقيدة والدين والضمير وثم الأحوال الشخصية كلها مصونة. وروح المادة 125 على الحقوق الثقافية الإدارية السياسية، يعني شراكة وطنية، لكن لا توجد شراكة وطنية. المشكلة وين؟ نعم المشكلة وين؟ المشكلة بالحاكم. أنا ما أريد أسيء بهذا السؤال. أنت شنو تقصد؟ أن الدستور حبر على ورق لو شنو؟ نعم المادة 14 إلى مادة 33 مادة من 14 صاعدا كلها تخص الحقوق والحريات لكل الشعب العراقي، لم تطبق. لماذا المظاهرات؟ لأن لم تطبق حريات الناس، حقوق الناس، تريد حقوق، تريد سكن، تريد مدرسة، تريد مستوصف، تريد رعاية، تريد كذا، ما طبقناها للشعب العراقي كله، مو بس للمسيحيين ولا التركمان ولا اليزيدية. وقد أختلف أنه تفضلت أنت سياسة ممنهجة، لا، هذه نتائج سياسات وليس موجهة ضد التركماني أو ضد المسيحي، ولكن نتيجة ethnic cleansing فعلاً. إذا عندما يشعر الإنسان بإحباط وسوء، يعني إحباط يكون عنده من الحاكم، شو يسوي؟ يلف لاسه ويمشي. أبسط مثال تفضلت على سيدنا ساكو، من زمن المغول أول مرة واحد يهجر بغداد، من زمن المغول 1258 هجت الكنيسة. اليوم بهذا الزمن، زمن حرية وديمقراطية، من زمن المغول رجل دين مسيحي يترك بغداد، أول مرة يترك بغداد بعد المغول. من زمن المغول، من زمن المغول عثمانية، ست قرون، خمسة قرون شوية. زين يعني ليش، يعني ليش تتعامل معايير مزدوجة؟ إما كل المراسيم هي حقيقية نفس الشيء، نفس الشيء خلفية، وإما وبعكسه فاستهداف شخصي، فبالتأكيد يشيل ويمشي سيد ساكو. فمشكلة هنا، يعني أنت تعاملك يكون مهني حرفي. أعتبي على الرئاسات، تسمعني الرئاسات، أن يؤتى بمستشارين فعلاً يخدم الرئيس. مستشار لا يخدم يستشار. رئيس وزراء. المستشار لا يستشار. لا يستشار أولاً، وثم لا 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 أخطأ أكثر خطورة من ذلك. يتقاسم المستشارين بين الكتل الحاكمة. هاي حتم يخدم حزبه ويستغل رئيس وزراء ويستثمر وجوده رئيس وزراء لصالح حزبه وليس لصالح الوطن. الله الله الله. هاي المشكلة. أعطي وزارة، أعطي مدير عام قبول، بس أنت تقسم المستشارين مالك للأحزاب. واللي هو ما عنده أصلاً لا خلفية سياسية، لا خلفية مهنية، لا خلفية ثقافية، ما عنده شيء جاي بمستشار هذا من فلان حزب، هذا خطأ. مفروض سيد رئيس وزراء، سيد رئيس جمهورية، سادة رئيس برلمان يجيب من مكونات هذا المجتمع فعلاً اللي عنده امتداد وتواصل، مو واحد مغمور ما حد يعرفه، لا حد، لا هو يعرف أحد، لا أحد يعرفه، صار مستشار رئيس جمهورية أو صار مستشار رئيس وزراء، شلون؟ ما أدري، على يا معايير. ها هذا يمثل فلان كتلة، هذا يمثل فلان كتلة، هذا ما يخدم الرئيس ولا يخدم رئيس الوزراء، يخدم حزبه ويستثمر وجوده هناك. فهذا الخطأ يحصل كما حصل مع سيدنا ساكو، يعني وتحصل أخطاء أكبر ما ينطق الأذن الطرشة لقضية يزيدية معاناتهم. وهكذا بالنسبة لنا، يعني انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء يكون من قبل الشعب أحسن؟ لا، لربما هذا، لكنه عندما يصبح رئيس وزراء أو رئيس جمهورية يجب أن ينفذ ما يملى عليه من كتلة معينة. مشكلة هاي هسه انتخاب رئيس وزراء ورئيس جمهورية من قبل الشعب، تعرف يحتاج قوانين، يحتاج تغيير الدستور، ويحتاج مواد تضاف إلى الدستور وإلى آخره. لا هاي مشكلة، وهذا نظام برلماني توافقي، ما تقدر. أوكي أوكي، ما مختلفين، وهذا بحد ذاته يحتاج هم تصويت من قبل الشعب على الدستور والتغييرات الدستورية، معادلة اللي ما تخلص. لكن موضوع المستشارين هذا موضوع مهم، وانتوا قلتوا انه قعدتوا ويا الرئاسات، اللي قاعد ويا رئيس جمهورية، اللي قاعد ويا رئيس وزراء، وخصوصا دولة الرئيس السيد السوداني يسمع من 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 ضيوفه، ما لفتوا نظر فيما يخص اللي تحدثتوا به انتوا جنابكم المستشارين اللي يعملون لكتلهم ولأحزابهم، وما جاي مستشار يعمل من باب الاستشارة وفائدة العنوان اللي هو مستشار عنا. دولة الرئيس محمد الشيع السوداني مستمع جيد، وعنده رؤى وعنده برنامج استراتيجية يريد يطبقه، ولكن ما يخلو أحزاب، ما يخلو مع هذا إلا الحمد، نرى إعادة الثقة الناس بالدولة والحكومة في الآونة الأخيرة، يعني ملاحظة خاصة الخدمات جيدة حتى نكون منصفين. ولكن كحقوق كتركمان أنا ما عندي من هالدولة العراق. تصور سيد الكريم، أول صحيفة بالعراق باللغتين العربية والتركمانية صحيفة الزوراء،
أنا هسه الجريدة ما عندي، أنا إذاعة ما عندي، إذاعة هذا إذاعة البسيطة ما عندي، أنا مديرية ثقافة تركمانية في ديباجة ما وزارة. عندك كوميشنات ولا هذا مشر عندك؟ أحسنت، وما عندي ميليشيات، ما عندي أسلحة، ولا عندي معادات دولة، ولا قاطع الطريق، ولا أني ولا ضد الدولة، ولا قاتل لواحد عراقي الحمد لله، فلهذا ما يعتبرك أي اعتبار للأسف الشديد. تصور في ديباجة وزارة الثقافة هناك مديرية ثقافة تركمانية منذ 2003، من كان مفيد الجزائري كان وزير الثقافة لحد يومنا هذا، أي وزير يجي أروح له أشرح له يقول إيه صار، لحد الآن ما صار، بس إن شاء الله أنا على يقين سيكون نتائج جيدة لما التقيت ويا قبل 3 أيام ويا رئيس الوزراء، إن شاء الله يكون جيد. هذا بالإضافة نرى على المستشارين 60 مستشار أكو، الله عليك أستاذنا على التركماني واحد ماكو بالمستشارية حتى يوصل على الأقل معاناة الناس، ناسنا أهلنا أراضي زراعية معاناة عندنا، تلع فرطوس آمرلي كركوك عندنا، حتى ماكو مستشار للمكونات أو القوميات يعني من تركمان ماكو للأسف. حتى رئاسة الجمهورية صار طاب وحكر وراثة ختم للأكراد من 2003 لحد يومنا هذا، ليش يعني سبب شنو؟ أني وين أني رفضنا إحنا نكون من أقليات، صوتوا برلمان العراق أستاذ يونادم يدري بأن التركمان القومية الأساسية الثالثة، يعني القومية عندها امتيازات، احنا ضيعنا المشيتين، لا أخذنا امتيازات القومية ولا حقوق الأقلية، أقلية على الأقل خمس طيب. خمس مقاعد عندهم هيك يعني، إذا 5 يروحون يصوتون يأخذون 5 مقاعد. طيب أنا خلي أرجع للسيد يونادم كنا حتى أكون منصف بتوزيع الوقت، عندك حديث تتحدث به؟ نعم عندي سؤال. كنا نحكي على دولة رئيس وزراء مثلا، زين راح بكل ممنونية وزارة أهلنا بسهل نينوى واجتمع لسيادة المطران وانطى المطالب بيده، وهي صار شهور فاتت، وين يعني؟ هي مثل ما تفضل يعني هو مستمع فعلا واستمع لهم وزارهم، لكنه تنفيذ طلبوا مطالب معينة مشروعة يعني. منطقة حمدانية من 2017 بالتحرير هي قوتنا كانت مشاركة بالتحرير وليس آخر، وحدات حماية سهل نينوى كانت مع الفرقة 9 المضرعة، وهم اللي أمنوا لها الطريق شلون تعبر دبابات شلون توصل لك نينوى وليس آخر. لكن اليوم من صارت شكل آخر، تغيرت من 2021 في غفلة راحت القوة، قالوا أنتم لكم علاقة بعد بها، هاي سنة وشوية يومية مشاكل، مطلبة من عدوم أنه تغييرات كذا مطالب مشروعة ليطلبوها، يعني مو مشكلة مو صعبة على دولة رئيس الوزراء، لكن لم ينفذ ولا نقطة، هم طلبوا 3-4 نقاط ولا نقطة تنفذت، وهي صار شهور ما تستوجب لا مبالغ لا فلوس لا تحركتوا على لا تخصيصات. تحركتوا على ملف النقاط هذا اللي تحدث عنه؟ يعني هي كانت تغيير ديموغرافي ولا قضية قوة ما قوة أمنية بالمنطقة شلون إلى آخره. أول مرة بمئة سنة أول مرة تطلع مظاهرة كل المطارين طلعوا بها أساقفة كلهم، هسه دول مو حزبيين، احنا بطلنا ما حكينا احنا، لكن جمهور طلع أساقفة طلعوا مظاهرة، يا أخي اسمعوهم، اسمع شو يريد هذا، ليش الشكل؟ يعني مجرد تريد ترضي حزب معين أنت تسكت على الحق العام؟ ما يجوز هذا الكلام، يعني حزب عنده طموحات شخصية، عنده طموحات مصالح حزبية، لكن الشعب هو المهم، أنت راعي حقوق الشعب، أنت على الكل، على كل الأحزاب، على كل المذاهب، على كل القوميات. بعدين يعني قصة المواطنة شراكة بالوطن شلون؟ ما لمستوا أكو حزب من هاي الأحزاب؟ شو قد عندنا أحزاب، فتحزب من الأحزاب قريب لكم يناغمكم يتلائم مع تطلعاتكم، كل الأحزاب ينظر لكم بعين الإخاء، كل الأحزاب اتفقت، كل الأحزاب المسيحية اتفقت، وقدمنا طلب بالبرلمان أنه تعديل قانون الانتخابات، تالي ما تالي صار صيحات عياط، إذا أنت واثق من نفسك ليش تخاف تغير القانون؟ خلي شعبنا ينتخب ممثلين خلاص، طلبوا من رئيس وزراء، طلبوا من رئيس برلمان، طلبنا بتواقيع حية وحكينا ما فات لحد الساعة. يعني لو أنت تواليني موالي لإلي، لو أنا أقصيك أهمشك، ما يصير، هاي مو ديمقراطية هاي ولا شركة وطنية، هاي طلعت من كل المعايير، هاي أنت تريد تفرض علي إرادتك، هذا ما يجوز، هذا ما ينسجم لا مع المواطنة لا مع الشراكة لا مع القيم الديمقراطية ولا قيم الوطنية. فالمشكلة هنا يعني هي ناس ليش هاجة ليش زعلانة؟ سيد رئيس الوزراء يقدر تعال يا سيادة المطران يا سيادة الفترك سلام عليكم، تعال نشرب قهوة شوية واحكي له شو يحكي لك واسمعه. مو بس الأحزاب، حزب اليوم ماكو باكر ماكو، بس هذا باقي، الكنيسة باقية، هاي صار 2000 سنة، احنا اليوم تيجي باكر تروح،
يعني ما الكرسي ما بقي لحد. فدولة رئيس الوزراء لازم ينتبه، رئيس الجمهورية لازم ينتبه لهالمسائل هاي. هسه انتم هذا عتاب، عتاب اخوي، عتب عليه طبعا. تمام، عتب اخوي من عراقي تجاه طبعاً. عراقي اخر طبعا، خلي اقول من سياسي لسياسي اخر. زين انتم شنو شكل عتبكم من مسيحي لمسيحي سياسي اخر؟ ما عدنا عتب مسيحي اخر. هم تعرضتوا لخذلان؟ هذا تصدير او يعني دا تعرض مشكله بطريقه غير صحيحه. الحاكم يتحمل مسؤوليه. اليوم الحاكم هو اخواني بالاطار التنسيقي. ما يصير زين ولا مو زين على إلهم أو عليهم، واحد اثنين. الزين راح تنحسب لهم وكل الناس صفق لهم، المو زين يعاتبهم طبعا. جيد، أرجع لسيد ترزي. سيد ترزي، كانت تركمانيا يتمتعون أو يمتنعون، العفو، تركمانيا يمتنعون عن أي مشاركة سياسية، هذا الحكي قبل 2003 على ما أتصور، ما عندكم مشاركة سياسية، كان أكو منع ورفض لمشاركتكم سياسيا. هذا انعكس على الواقع السياسي بعد تغيير النظام، لو شنو ردك بهذا الخصوص؟ صراحة زمن صدام كان تركمان تعرضوا إلى أبشع المظالم، يعني كركوك كانت أي تركماني ما له حق يعني يمتلك أرض أو يكون يتوظف هناك أو أي حتى مشاريع اقتصادية، كان محاربين بشكل واضح إن صح التعبير التركمان، وكذلك في كافة المناطق التركمان الممتدة من تلعفر إلى مندلي. احنا الفات مات أستاذنا العزيز، احنا نريد هسه يا ناس يا عالم 2000 ايش قد 23 راح نطب بال 24 23 لحد يومنا هذا. السيد الكريم تصور يعني من هالدولة العراقية، حضرتك متابع جيد إعلامي جيد، انطيني اسم واحد تركماني اسمه موجود باخذ منصب بالعراقية دولة العراقية، ماكو للأسف. ليش؟ يعني حتى الكاظمي أنطى وزارة الدولة لشؤون الهواء، أنطونا وزارة الدولة لشؤون، ماكو شؤون، ماكو هيك، بس تعال مثل موظف اللي بس للشؤون. وقتكم بس أحد الموالين إلى مجموعات أخرى. لا شنو لشؤون الهواء؟ لا وزارة الدولة لشؤون شنو لشؤون ماكو. وأنت وصفتها لشؤون الهواء. والله العظيم لا يحل ولا يربط. زين هواء. والله العظيم. بيئة مهمة. للأسف هسه حتى قلت له دولة الرئيس، قلت له قبل 3 أيام، قلت له أنت هذا هم أنطيتنا، حتى هذا ما أنطيتنا. للأسف يعني حتى هسه شوف الشبكة الإعلامية العراقية تركماني ماكو، حتى بالهيئة الاتصالات أي هيئات ماكو، أي مؤسسات أي الإعلام. شبكة الإعلام العراقي بها تركمان. منو؟ مو عندكم قناة تركمان العراقية التركمانية؟ لا أستاذ، كابل هيئة أمناء، أكو تركمان. ما تتحدث عن هيئة الأمناء. هيئة أمناء ماكو أستاذ العزيز، حتى بالدفاع أنا عندي قائد عراقي عمر علي، أكبر قائد عراقي تركماني دخل فلسطين، قال ساقطع يدي لأننا نتخلى عن فلسطين، كان يأخذ 22 دولة عربية، أنا وقائد واحد ما عندي بالدفاع. ليش؟ أبن الوطن نفس الشيء، داخلية نفس الشيء. زين عيد التاريخ وصير أكبر قائد وادخل لهم. والله سيد الكريم، والله العظيم مثل ما تفضل أستاذ يونان، إحنا نريد لا صاحبنا الأيزيد، بس نريد نعيش يا ناس يا عالم، والله العظيم كل شيء ما نريد للأسف الشديد. يعني الآن خيبة أمل لدينا، مخاوف وانكسار عندنا، يعني الناس عندهم انكسار، إحباط عندهم نتيجة هذا التعامل الغير إنساني مع التركمان بصراحة. يعني هسه أنا بالموصل ما عندنا بالمحافظة أي شيء، وكذلك ديالة وصلاح الدين وكركوك، أنا وين بالمعادلة؟ بغداد هم ماكو. ليش؟ طيب خلينا أنا أتوجه للسيد دكتور ميرزا. دكتور ميرزا، شلون تشوف إعمار سنجار بعد خروج داعش الإرهابي من هذه المنطقة؟ تفضل. والله استاذ ما لا يوجد إعمار بصراحة، كل ما يحصل من سواء كان مشاريع بناء أو أي شيء فهي بس فقط بجهود المنظمات الدولية، بدعم المنظمات الدولية والجهات المانحة، وبتنفيذ بعض المؤسسات المحلية التي تعمل بهذا العمل. بالنسبة للحكومة هناك حجج موجودة في محافظة نينوى، المال الكافي، لأن لا توجد إدارة. ولماذا لا توجد إدارة؟ لأن في بغداد لا يحدد، لا نعرف أصلا في بغداد من المسؤول عن ملف سنجار، سواء كان إداريا لا نعرف أي شيء. فلهذا لا يوجد أصلا إعمار، لا يوجد أصلا تسهيل لعودة النازحين، لا يوجد أي برنامج، يعني لحد هذه اللحظة لا يوجد أي شيء. حتى الصندوق الذي أعلن عنه في وقت سابق هو بس مجرد تسمية
ما خصص له من أموال هي لا يكفي يعني حتى لو بدون صندوق. يعني شنو صندوق إعادة سنجار؟ مجرد تسمية، مجرد عنوان، ما إلى صحة على أرض الواقع؟ الأموال اللي خصصت هي أصلا مصاريف تشغيلية للموظفين والدوائر الموجودة هناك، ترى يعني ماكو ولا شارع راح يبنى به، ولا بيت راح يعمر به، ولا مستشفى راح تبنى به، كل شيء يعني الشيء الوحيد اللي هسه موجود البعض الإعمار الموجود هي بس مجرد مشاريع صغيرة تنفذ من خلال مؤسسات أو منظمات تساعد سنجار، وبسبب الظروف الأمنية الموجودة بسبب شغل الإدارة معظم المنظمات أيضا سوف تنسحب من سنجار مع الأسف. يعني هناك تحذيرات جدية أنه حتى هذه المساعدات سوف يوقفونها لأن لا توجد تسهيلات لهم. يعني هناك كثير من العقبات من أجل إعادة بناء سنجار، يعني ليس فقط لا يوجد صندوق وليس فقط أنه الصندوق خالي، وإنما حتى الجهات التي تريد أن تسهل عودة النازحين أو تساعد الناس أو تساعد الضحايا، حتى هذه الجهات هناك معوقات كثيرة. اليوم على أبسط المثال، أنا طبعا أريد أرجع، الشرقية هي تعتبر واحدة من القنوات الرصينة العراقية التي تأسست فورا قبل بعد 2003 وموجود مع الشعب في كل أشيائه، لكن اليوم كانت الإبادة التاسعة لكوجو، ذكرى الإبادة التاسعة، هذه المجزرة التي حصلت في قرية قتل فيها أكثر من 450 شخص وتم السبي أكثر من 1500، لم نجد لا في الشرقية ولا في أي غيرها من القنوات الأخرى أي ذكر، لأن ما زال إحنا كشعب عراقي جلست أمام الشاشة، بس خليني هسه أنا مو لي أنا أعمل بهذا المكان مدافع، إذا تسمعت جلست أمام الشاشة لمدة ساعة كاملة وشفت نشرة أخبار أو موجز ما ذكر بي. اسمح لي هذه واحدة. اثنين هذه بس اسمح لي دكتور من فضلك لا من حقي أدافع عن موقعي، من حقي. يعني ثانيا لو تسمح لي دكتور، جنابك العزيز أخوي حبيبي، ثانيا ما أنت هسه على الشرقية وقاعد تستذكر الحادثة، انت قاعد تحكي على منصه الشرقيه بلسانك. اقول لك شوف، التجارب العالميه اسمح لي يعني اما تحترمون الضيوف اللي تدعوهم زي. انا وقتي اكمل من اقعد ساعتين على سكايب واسمع الضيوف، مع احترامي وتقديري لهم طبعا انا اكرر كلامهم، يعني اسمع ساعتين على الكلام الضيوف ولا تعطي مجال للحديث، وحينما تعطي المجال تقاطعني الدقيقه التي احكي بها. يعني اولا كل فضل. التجارب العالميه إبادة، حينما تحصل إبادة هسا احنا نعاتب الدولة ولكن لا نعاتب الجهات العادية الموجودة في المجتمع، المجتمع المحلي، المجتمع العراقي، المسلمين السنة، قنوات المسلمين السنة، قنوات الشيعة، قنوات التركمان، قنوات الأخرى، لا نعاتب المؤسسات المحلية. اذكر لي أي مؤسسة عراقية تبنت مشروع معين لتقارب الأخوة والروحية الوطنية، أذكر لي مشروع واحد ليس فيها شو بزنس، أذكر لي مشروع واحد حتى أبو التركماني يقول والله أنا جزء من هذا المشروع، وأبو المسيحي يقول أنا جزء من هذا المشروع، واليزيد يقول أنا. لا يوجد. كل الدول، كل المكانات اللي تحصل فيها إبادات يصار إلى برامج معينة، المفروض القنوات التلفزيونية في هذه الفترة بالذات، فترة سقوط داعش لحد سقوط الموصل وغيرها من الأماكن لحد التحرير، المفروض هذه الفترة تخلت من خلالكم كوسائل إعلام رصينة في المجتمع العراقي، تخلت من خلالكم حتى نحصل على تكون لنا وللأجيال اللاحقة أيضا تجربة ويستفادون منها وأن لا يتكرر. لماذا يقولون حينما تحصل إبادة، لماذا في كل العالم يقولون never again؟ ليش يرفعون هذا الشعار أن لا يحصل أبدا بعد اليوم كي لا ينسى؟ لماذا يستذكرون؟ أن نحن لا نستذكر لكي نوجه الاتهام إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، ولكن نستذكر حتى أولاده ما يرتكبون نفس الجريمة التي يرتكبها هو. نحن على استعداد أن نعفو عن مجرم اعترف بجريمته، لكن المجرم لا يعترف بجريمته، والموجودين متفرجين والمؤسسات الموجودة في العراق. يعني أنا لا أتحدث عن الحكومة، الحكومة جزء من هذا الشعب
وكل المؤسسات الموجودة في الحكومة سواء كانت إعلام أو غير الإعلام هي موجودة. لم يخصص لي على مدى التسع سنوات الماضية، لم أجد على قناة الشرقية أي برنامج خاص باليزيدية. أنت جبتني وقتي أثمن من أقعد على السكايب ساعتين وأسمع، جبتني ساعة أسمع الكلام ومع ذلك تستهزئ تقول أنت جبت الكلام. أنا ما أحتاجك على مود أحكي عن مأساتي. أنت تحتاجني كوسيلة إعلام على مود تثبت أنت وسيلة إعلام حقيقية. دكتور من فضلك، لا أنا مضطر أقاطعك أستاذ. مع كل احترامي، مع كل احترامي حبيب أستاذ، التفاهم الكلام خطأ جملة وتفصيلا. أنا أقول لك حلقة اليوم بحد ذاتها استذكار لمأساتكم. أنا أقول لك حلقة اليوم دعم لكم. أنا أقول لك اسمح لي من فضلك، أعطيتك مجال تتحدث. نو إطلاقاً. أنت أنا جبتك للبرنامج مقدر ومحترم، وارجع لبداية تحيتي لك وشوف بأي طريقة حييتك في بداية الاستضافة، في بداية الحلقة. ما شنو اللي أريد أسوي لك يا أني بعد؟ أني هذه إمكانيتي كمقدم لبرنامج، أني هذه إمكانيتي في عبر هذه المنصة. أما تقول لي وقتي أثمن، تقول لي وقتي أثمن من أنه أجل البرنامج، أنت ما مفطر، تقدر تروح. الله وياك، شكرا لانضمامك إلنا، شكرا جزيلا حبيبي. أرجع لضيوفي داخل الاستوديو. أي سيد كامل تفضل، عندك حديث تريد تتحدث به يمكن. يعني أعود وأرجع، هي المشكل كبير، يعني مشكل وطني عام، وإحنا جزء من هذا الكل. عندما يكون وضع الكل مشكلة فبالتأكيد الأصغر يكون مشكلته أكبر. حائط صيص لا عنده حصة شراكة وطنية لا بالجيش لا بالشرطة لا بالمنصب اللي تفضل به، كله ينطبق علينا. يعني مؤسسات والهيئات بالبلد المستقلة، مو هيئة واثنين وثلاثة وأربعة، بأي هيئة ما عندنا حضور، بأي هيئة وكأننا غير موجودين بهذا البلد. فالمشكل أنه الرئاسات والقائمين على القرار المفروض أن يفكروا مليا. يا أخي قد يكون واحد عنده من شعبنا أخذوه خطفوه الأمريكان قبل 50-60 سنة، شنو والله صار قائد الناسا لأنه هذا عبقري. عرفت شلون؟ أمريكان يجيبوا لك واحد ضاع وين صار هاي قائد الناسا، طلع أحد علماء ناسا. زين هنا بلده هيك ولا كأنه. هذا الخبير اللي أنهض الصين همنا واحد عراقي غورغيس مدري إيش من جامعة أوكسفورد أخذوه نهض تنمية الصين من وراء رأسه، من وراء سياساته. زين أنا بلدي ما أقدر أخدم بلدي مثلا، لأن أنا عدد مجتمعي أقل، يمكن كنت أخذ بالرياضيات دائما 100%، وهذا الزميل اللي هو مكون أكبر كان يأخذ 50-60%، وهذا 50% يصير هو الوزير أو يصير مدير عام، وهذا أبو 100% يصير جوا إيده، ولا عنده فرصة يصير لا منصب لا موقع لا كذا. مشكلة هنا قضية معايير وطنية، لازم معايير مهنية اختصاصات، يعني مو كلها تقاسم هالقد إلي وهالقد إلك. هذا الخطأ بالبلد، مو بس علي، على كل البلد. وجئنا على الكفاءات وجئنا على أصحاب رؤوس الأموال، شيلوا أمشي، لو قاعد لك بالأردن، لو قاعد لك بأربيل، لو قاعد لك مدري وين، صار هجس أوروبا وغيره. الحكومة تكون جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي. وإخواني قبل شوي حكيت على قصة دولة عتابي على دولة رئيس الوزراء، ومظاهرات المسيحيين أساقف وقساوسة بمئة سنة ماضية ما طلعوا مظاهرة، لكن البارحة طلعوا مظاهرة يترجون عندهم مشكلة، عندهم معاناة. يا أخي شوف شيء يردون، أدعوهم جايب لك 15-20، مع احترامي جود احترامي، رجال دين اللي ما لهم علاقة أي بالمسؤولية، بس مجرد منظر يجي، ما عندهم أي حضور أي شيء، مجرد للخبر. تمام، موضوع مهم جدا. شنو معلوماتك حول أعداد عقارات المسيحيين اللي تم الاستيلاء عليها؟ شنو يعني معلوماتك أيضا فيما يخص العقارات اللي استردت إلى أصحابها؟ مرة في برلمان أنا عاتبنا أو خاطبنا عمليات بغداد وغيره، جوابهم الرسمي إلنا كان طبعا مو مسيحيين، وإنما كل العقارات المستولى عليها، هالصوب من ذاك الصوب ومدري إيش مال المسيح، يعني كلها 36,000 عقار كان بغداد أثناء الطائفية، 36,000، يعني ما له علاقة بالمسيحيين، علاقة سنة وشيعة ومسيحي كلهم. زين ما يخصنا
يعني احيانا نروح على عقار حتى نرجع الاهله يطلع لا صاحبه من ما ادري امريكا مخابر من طيل واحد قرايبه جاي كاسر السلسله مال الباب او المفتاح وطاب جوا قاعد، يعني ما نعرف، ما حد يعرف لانه ما عندك احصاء. ومع شديد الاسف مره ثانيه عتبي على قرار مجلس الوزراء، سوى لي لجنه ما ادري 11 13 نفر اعضائها، ابو المخابرات وابو الامن الوطني وابو الجنائيه ابو الكذا، هاي ما راح تجتمع، يعني قاضي محترم هو رئيسها، لكن هاي مو عمليه، يعني اللي عنده شيء خليه يشتكي. شو الكلام هذا؟ اطبق قانون من اين لك هذا وتعال. انا من جيت البغداد 2003 25 حاره احنا اغلبيه، ولا حاره باقيه عندي اغلبيه، ولا حاره. زين 25 فريق كره قدم ينزل بمناسبه يعني كاس احد الشهداء مالنا، 25 فريق كره قدم مسيحي من جماعتنا، هل يوم ماكو؟ زين المحارات كامله صارت ناس ما كان عنده بسطيه عنده قصر ابو 3 مليار، من بسطيه الى قصر ب 52 ولا بالمدري وين مليارين 3 دينار بالمئات. هذني منين جابوهن؟ هاي كلها حراميه مال الحرام اخذ مال العالم، تبيعه لو ما تبيعه ب 200 مليون خلاص اطلع انت بعته ب 200 مليون يوقع لك او يزور لك. فاكو هوايه مسائل، الاليات بحاجه الى مراجعه هالاليات حتى فعلا يقدر يرجع حق الناس، وبعكسه على هالبيروقراطيه وعلى هالمنهجيه ما راح نحصل شيء. طيب خلينا نتوجه للسيد ترزي. سيد ترزي، واحده من القراءات اللي اطلعت عليها، القراءه تقول انه التركمان توزعوا بين الاحزاب، مجموعه راحت ويا هذا الحزب، عدد توجهوا وانضموا الى هذا الحزب والى اخره، فهذا التوزيع شتت الوحدة التركمانية، بالتالي ما بقت وحدة تركمانية، ما مدى واقعية مثل 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 هيك كتابات؟ سؤال وزيع احسنتم استاذنا العزيز. بصراحة التركمان يعتزون بعراقيتهم اكثر ما يعتزون بقوميتهم، فلهذا ترى التركماني في كل الاحزاب والحركات والمنظمات موجوده. التركمان ليس لدينا مطالب تعجيزيه، فلهذا ليس لدينا نظره شوفينيه بحته الا ان يكون تركماني، لا ابدا. اذا حقوقي انا مضمونه ما فرق، خلي يكون مسيحي كردي عربي سرياني، ما عندي اي مشكله. ولكن بعد 2003 تعرضنا الى ابشع مظاليم في طوز وفي كركوك وفي تازا وفي داقوق في امرلي وكذلك في التون كوبري، تعرضنا الى مظاليم عديده لا تعد ولا تحصى. يعني قبل 2003 كان هناك تعريب، صدام يجيب كان يسموه حي 10,000، يجيب من جنوب واحد يجيبه عربي تعال اقعد مكان هذا ارض تركماني اقعد به هاك هذا وظيفه، هو يكون تركماني يكون درجه ثانيه. وبعد ذلك صار تكريد للاسف الشديد. بعد 2003 جابوا الالاف المؤلفه من غير اهالي كركوك سكنت اصليين، فلهذا نحن في هذه المرحله الحساسه نحس بالاهمال والاجحاف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبه، ولكن ندعو من هذا المنبر الحر من هذه القناه الموقره لدوله الرئيس ان ينظر للتركمان نظره ابويه وان يكون لهم دور، ان ننال شرف المساهمه والمشاركه في بناء العراق الجديد، ليس اكثر من ذلك. طيب ليش صار هذا التشتت؟ ليش صار هذا التوزيع ما بين الوحده التركمانيه مثل ما تحدثنا؟ كانت اكو مغريات حزبويه تقدم الى التركمان، بالتالي استقطبوهم لو كان الغرض انتخابي لا اكثر. بصراحه سيدي الكريم، يعني التركمان اكثرهم في كركوك، يعني كثافه السكانيه في كركوك، هو تدري صف ثالث ابتدائي كان يخلون كربلاء نجف عمامه معمم، يعني ابو الباديه او الرمادي يخلون عقال، ابو اربيل ابو سليماني يخلوا شروال، ابو كركوك يخلوا شراويه. هذا يعني شان تعليمي. للاسف الشديد الان تركمان نتيجه هذه الهجمات الشرسه هاجروا، يعني مو بس المسيحيين هاجروا، التركمان الكثير من التركمان هاجروا مثل ما تفضل زميلنا الايزيدي، يعني مو بس الايزيديين تعرضوا الى لحد الان الالاف المؤلفه من نسائنا يوم الدواعش ما نعرف مصيرهم استاذنا لحد اللحظه، لحد هذه اللحظه، بس مو مثلهم هم تدري ما عندهم مانع يعلن، هذا يقول انا اختي راح، هذا يقول امي راحت، وهذا يقول زوجتي راحت، تدري نتيجه يعني الحاله الاجتماعيه تركمان ما يقدرون يقولون بصراحه. فلهذا مثلا اول انفجار صار في تل عفر 400 شخص توفوا استشهدوا،
حتى ملعب كان يلعبون ملعب طوبة هسه صار مقبرة. كذلك في تازا خرماتو انفجار 350 شخص توفوا انفجار واحد. وأول مدينة ثاني مدينة بعد حلب انضرب هي تازا خرمات بالكيميائية، ولكن إعلام الصفراء لم يتمكنوا من تسليط الضوء على هذه النقاط المهمة الجوهرية. جدلية الهوية رافقتكم بين الماضي والحاضر كتركمان؟ بالتأكيد أستاذ العزيز للأسف، ولكن مع هذا نرى بين التركمان يقفون وقفة رجال أشداء في السواتر وفي الخنادق من أجل الدفاع عن وحدة العراق أرضا شعبا علما دولة وسيادة، ولا يتنازلون عن عراقيتهم أبدا. فلهذا أنا أدعو الجميع حتى رئيس الجمهورية حتى هيئة الرئاسة الثلاثة، يعني ماكو انت 4 سنين تبقى يابا اجتمع ويا ناس وجهاء اكو شخصيات اكو تركمانيه يابا اقعد وياهم شوف ايش عندهم معاناه ابدا للاسف الشديد، خاصه رئيس الجمهوريه وحتى رئيس الوزراء حتى رئيس البرلمان. يعني وذا قاعد يعني بالتالي اكو كم كبير من الملفات، شي يريد يحلحل امام فتره وجيزه. انا مو مدافع عن اي رئيس، لكن اسمع رايك باللي قلت لك به. تركة كبيرة من الملفات، ملفات طاقة، تدهور عملة، مضاربة في العملة، غسيل عملة وفساد وإلى آخره، وشفنا مشاكل الكهرباء والمشاكل الصحية والكثير من الملفات. شو يريد يصير هسه أنت لو كنت بموقع رئيس مثلا، أي رئيس من الرؤساء، شنو اللي تريد تلحق تحلحله؟ احنا هم خلي نتطرق لهذا الجانب. لا دولة الرئيس انا على يقين عنده خطه مبرمجه ومنهجه، وحتى اعاده ثقه الناس بالدوله والحكومه وبالشارع. هناك يعني خدمات جيده، حتى اردوغان صعد 7 مرات لان قدم خدماتيه، يعني حكومه خدماتيه. انا على يقين سيكون نتائج ايجابيه ان شاء الله. عندك كلمه اخيره سيد؟ كلمه اخيره ما يخص المكونات الصغيره او اقليات جاي يسموها. احنا مقسمين الى 3 مواقع مناطق نفوذ، قسم منا بالجانب الاتحادي، قسم منا بالجانب الاقليم، والقسم الاخر اللي هو مشكله كبير، اكبر مشكله لنا اللي هو من مندلي حدود الايرانيه اللي هم اخوه الفيليه، وتيجي على كركوك مسيحي وتركمان، وتروح على سهلينا وتركماني يزيدي مسيحي، وتروح على سنجار يزيدي وتركماني وكذا. هاي منطقه تنازع بين بغداد واربيل، احنا ضحايا هذا الصراع. احسن حقيقه هذا اللي ما اشر الى، كان المفروض هو يأشر قبلي. هاي مناطق التنازع مشكله. أحسن. كل واحد يريدك وياه. احسنت ذكرت استاذنا، التركمان اصبحوا بين مطرقه الاقليم وسندان المركز. فالمشكله هاي واحد، اللي بالاقليم ابو الاقليم يريدك وياه، اللي ببغداد ابو البغداد يريدك وياه، واللي بالمنطقه النص هذا بعد الله يساعدك. المشكلة هنا هل الانقسام بالبلد، انقسام المجتمعي بالبلد منعكس على كلنا، على التركمان، على يزيد، مع هذا السيد الكريم قسما بدم الحسين بهذا اليوم المبارك، بأن التركمان مهما تعرضوا إلى الإبادة الجماعية لمحاولة التطهير العرقي وتغيير المدينة لن يتنازلون عن عراقيتهم أبدا. السيد فوزي أكرم ترزي نائب سابق عن المكون التركماني، أنا أشكرك شكرا جزيلا. السيد ينادم كنا شكرا جزيلا لك، وأنا أقدم اعتذاري على ما حصل مع الأخ مرزا، أكبر مني عمرا فارتفع صوتي، وهذه ما تعتبر من أدبيات الظهور التلفزيوني، لكن الأخ كان مترجم الموضوع خطأ. أنا جايبك لهذه الساعة الحوارية حتى تحكي وتعرب ويسمع رأيك ويسمع صوتك. تفهمتني خطأ، أنت جيت وتعاتبني بعتب شديد، خلي أسميه عتب، عاتبتني بعتب شديد كأنه أنا مقصر. يا أخي أنا فاتح لك أبواب البرنامج حتى تحكي، أنا شنو اللي أريد أقدمه؟ أقدم اعتذاري مرة ثانية لأن ارتفع صوتي، أنا أعتذر. شكرا لتقبلكم. أضيف سنجار ضحية صراع إقليمي ودولي ومحلي أيضا. على كل حال، وأنا هم أشكر ولا زال ضحية هذه الصراعات ميرزا دنائي مؤسس بيت التعايش في سنجار. شكرا لكم مشاهدين الأكارم لحسن إصغائكم المشاهدة. السلام عليكم.